أخي الغالي، يوم تقرأ سورة لقمان، يوم تقرأ سورة لقمان وتستمع إلى تلك الوصايا التي يوصي ابنه، يوصيه بتلك الوصايا وثاني تلك الوصايا، يا آباء يا أمهات يا مربون يا معلمون يا معلمات، ثاني تلك الوصايا، الأمة اليوم في أمس الحاجة والمربون اليوم في أمس الحاجة إلى هذا المنهج. لقمان في ثاني وصاياه لابنه يعظم الله في حياة ولده، فيقول في تلك الآية، في تلك الآية العظيمة التي غفل عنها الكثيرون، يقول لقمان لابنه: يا بني، يا الله، اسمعها بقلبك يا الغالي، اسمعها بقلبك لعلها تغير الحال والواقع. كم سمعنا من آيات ومن أخبار ومن قصص، لكن أين أثرها في حياتنا؟ أين أثرها في تعاملاتنا، في أسماعنا وأبصارنا؟ أين الأثر؟ إيش تنتظر يا الغالي وأنت تسمع مثل هذه الآيات؟ إيش تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ أما أن نعظم الله جل وعلا؟ اسمع لقمان وهو يوصي ابنه تلك الوصايا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة من خردل، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. إيش يصير لها؟ ليست لا تراها العين، وإنما قد أخفيت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. إيش يصير لها؟ يأتي بها الله سمعت يا الغالي، والله يا كل صلاة تأخرتها وتكاسلت عنها وتباطأت عنها، تدري وش يصير لها؟ يأتي بها الله والله يا كل شهوة انهزمت لها وأطلقت العنان لها، تدري وش يصير لها؟ يأتي بها الله والله يا كل رابط فتحته في الجوال أو في اللابتوب أو في جهازك، والله تدري وش يصير لها؟ يأتي بها الله كل عقوق للآباء وللأمهات، كل معصية، كل مقطع أغنية سمعته، كل غفلة وبعد عن الله عز وجل سويته في حياتك الدنيا وأمهلك، وكم رآك وسترك ووابك ومنحك وأعطاك، تدري وش يصير لها كل هذه؟ يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.